يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: ما حكم الإسلام في من يصوم ولا يصلي؟ الذي لا يصلي لا يقبل منه صيام ولا غيره، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ومعلوم أن البناء لا يقوم إلا على عمود، الصلاة هي عمود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر، كما في الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم وغيره، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، كما هو مروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على كفر تارك الصلاة متعمدا. وإذا تركها متعمدا صار كافرا، ولا تقبل منه جميع الأعمال، لا الصيام ولا الصدقة ولا سائر الأعمال، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة.